صباح الخير متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصباحي هنا من مدينه اكادير. احلى صباح واحلى تحيه لكل المتابعين اينما كانوا، سواء داخل المغرب وخارج المغرب بطبيعه الحال. فنتمنى لكم صباح مبارك وجمعه مباركه، يتقبل أعمالكم وسائر عبادتكم. كما كتشوفوا إخواني الكرام، يعني كما العادة، يعني جل أزقة خالية. ثم كما كتشوفوا إخواني الكرام، يعني لا حركة ولا أي شيء، سكون وهدوء يعم هذه المنطقة. فتحياتي لكم، وبغيت بطبيعة الحال التفاعل ديالكم من خلال يعني هاد المباشر، من خلال هاد الصبيحة. كل واحد يقولنا كيفاش داير الأجواء في المنطقة ديالو، كيفاش دوزتو 17 يوم ديال رمضان. لكن ما كتشوفو، ف يعني رمضان تبارك الله راه يعني مشى، ما بقى فيه والو. انتما كما كتشوفو إخواني الكرام، يعني ولله الحمد رمضان أشرف يعني على النهاية ديالو. سعداتك يا اللي فاز بالخير بطبيعة الحال، سعداتك يعني الناس اللي دارت الخير هذا رمضان. انتم كما كتشوفوا إخواني الكرام، يعني لا حركة ولا أي شيء، يعني السكون والهدوء هو اللي كيعم هذه المنطقة بطبيعة الحال، اللي هي منطقة شعبية هنا بمدينة أكادير. ثم كريم سامي أخو، فقط يعني هذه إطلالة صباحية لكم كما عودناكم دائما، باش نربطوا أواصل التواصل معكم ثم باش تشوفوا الأجواء الصباحية في مجموعة من المناطق، ونصلوا يعني التحية الصباحية مع متابعينا الكرام أينما كانوا. تحيتي لك خويا الحسن السوسي، وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك خويا. انتما غادي نحاولوا اننا بطبيعه الحال نقربكم من الاجواء الصباحيه في هذه المنطقه بطبيعه الحال. انتما غادي نحاولوا ان ندخلوا لبعض الدروب والازقة، وطبيعه الحال شوفوا الاجواء الصباحيه. فتحيتي للجميع. أحمد مصطفى شكرا لك. حسن السوسي صباح الخير خويا. أنتم إخواني الكرام، يعني كتشوفوا من خلال يعني هذه الجولة في هذه المنطقة الشعبية، يعني كيبان لكم وكيتضح لكم بالملموس بان يعني الحركه الصباحيه ضئيله جدا، يعني ما كاينش الرواج الصباحي كما يعني تعودنا في الايام العاديه ديال الجلابه والضوضاء اللي كيعم مجموعه من المناطق. اليوم انتم بطبيعه الحال من خلال هذا البث المباشر، فيتاكد لكم بالملموس يعني ان يعني الناس داخلين المنازل ديالهم، الناس مازال ما فاقت. محمد علي لا يا اخي ماشي ترصد هذه، شكرا لك. الحسن السوسي كيقول اسال الله المولى عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعلنا من العتقاء في هذا الشهر الفضيل، امين يا رب. هادشي اللي كنتمناو اخي، نحن واياكم نتمنى ان نكون من الناس اللي يعني فازوا بالاجر ديال هذا الشهر إخواني الكرام. فأنتم إخوتي كتشوفوا يعني الأجواء الصباحية
في هذه المنطقة. بطبيعة الحال كنتمنى لكم جمعة مباركة، والله يتقبل الصيام ديالكم وسائر الأعمال ديالكم يا رب، والله يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله يا رب، فنزيد من الحرقة والحذر والرهيب من الالتزام حتى يعني نصل للبر الأمان أقل الخسائر. أنتم يعني خلال الجهاز المباشر من خلال يعني هذا المباشر كيتضح لكم الأجواء الصباحية في هذه المنطقة بطبيعة الحال إخواني. ففقط كنحاول دائما نشارك معكم يعني مختلف الأجواء في مختلف المناطق هنا بمدينة أكادير، وباش نتقربوا منكم ونسيلوا يعني صلة الوصل بيننا وبينكم كمتابعين لقناة شوف تي في، فأحلى التحايا وأزكى الأماني لكم إخواني الكرام على المتابعة. نتمنى لكم يوم سعيد يا رب. محسن أطلس تحياتي لك خويا، الله يكبر بيك طبيعة الحال. تمام مريم من مدينة الدار البيضاء، تحياتي لك أختي الكريمة. بطبيعة الحال يعني الناس راه كما كتشوفي الناس باقا ناعسة، الناس مازال مفاقت، هذا شيء طبيعي بطبيعة الحال. ففي رمضان هكذا تكون الأجواء دائما بالمختلف المدن المغربية. ومحمد علي أيضا تحية صباحية لك، فكنتمنى لكم يعني رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا علينا بحمد يعني أتمنى إن شاء الله يا رب ونكونوا من الناس اللي فازوا بالأجر ديالو العظيم يا رب. أنتم يعني أسامة بالطاهري تحياتي لك. أنتم يعني من خلال هذه الجولة شاركنا معكم يعني هذه الأجواء الصباحية في هذه المنطقة بطبيعة الحال. فتحياتي للجميع، كنشكركم يعني على المتابعة وعلى طبيعة الحال التفاعل ديالكم أنتم إخواني الكرام. يعني الحركة الصباحية هنا في هذه المنطقة لا شيء يذكر، فوسط هذا الحي الشعبي يعني كل المنازل موصودة الأبواب كما كتشوفوا. فتحياتي لكم محمد شوهان من الحاجب، شكرا لك، يقول الجو ممطر عندنا. شكرا لك خويا طبيعة الحال. هنا الجو معتدل ومشمس ولله الحمد. كنتمنى من الله تعالى الله يدوم علينا كامل الأيام بالأفراح والمسرات، وإن شاء الله يرفع هذا الوباء يا رب. أحمد أمين وشك مبروك أنت أيضا، شكرا لك. أبو آدم مريم حنان، شكرا لك أختي مريم حنان، كنتمنى لك كل التوفيق والخير يا رب. وأنتم فقط كنشارك معكم الأجواء من مختلف الأحياء الشعبية ومختلف المناطق. أنتم يعني ولا حركة سكون في كل مكان طبيعة الحال. هذا الشيء جاري به العمل في مختلف يعني المناطق، يعني في الصبيحة ما كيكونش الحركية مختلف الأحياء. أنتما
كتشوفوا يعني السكون في كل مكان اخواني الكرام. احمد كينا شكرا لك. محمد ايت مريم شكرا لك. عبد القادر بوب تحياتي لك. شكرا اخي الكريم. حسن السوسي شكرا جزيلا لك اخي. انتم اخواني يعني هكذا هي الاجواء هنا في هذه المنطقه اللي هي منطقه شعبيه معروفه هنا بمدينه اكادير. ففقط بغينا يعني ان نصلوا صله الوصل بيننا وبينكم كمتابعين وتكون واحد الدردشه خفيفه في هذه الصبيحه معكم. كنتمنى للجميع يوم مبارك سعيد. فاطمة بن حدو وعليكم السلام أختي الكريمة. شكرا لك. شكرا لكل الناس يعني اللي كتبوا معنا هذا البث المباشر. أنتم يعني أجواء الصباحية في هذه المنطقة بطبيعة الحال يعني لا شيء يذكر بتاتا. انتم كما شاركنا معكم هذه الاجواء الصباحيه كنتمنى لكم صباح مبارك سعيد وعلى امل اللقاء بكم بطبيعه الحال في بث مباشر اخر. لم يتبقى لنا سوى ان نقول لكم اسعد الله صباحكم والى الملتقى.